كذلك باش نمشيو يعني لصناعة المدخلات، لأن اليوم حتى فاتورة الاستيراد يعني مازالها يعني كبيرة، ولكن نشوفوا باش نخفضوا من فاتورة الاستيراد بيعني عمل مشترك بين حنايا وبين الاتحاد الأوروبي، لأن الاتحاد الأوروبي هما أقرب منا. اولا اون بو ريالمون اتر اون باز اريير بور لونيون اوروبيان، نجمو تكونوا متكاملين باش يعني لانه عندنا محفزين، اولا الطاقه يد العامله مؤهله، عندنا بزاف يعني حوايج اللي تحفزنا باش نكونوا حنايا متنافسين باش نعاودوا نمشيو الاسواق تاعهم الاسواق الاوروبيه ولكن للاسواق الافريقيه. دونك اليوم كان اون ديمارش سي فري كو كان اون ديمارش افيك لونيون اوروبيان، رانا نمشيو بدينا بثلاثه بلدان اوروبيه، لان مشينا لهم يعني باش نشوفوا يعني لي زوفرتور اي لي ديمارش بور تروفي يعني لي بارتنير. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.